السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا صار لي يومين ما مصور مجال ما عندي، وتعرفون رمضان وحارة، ودائما اطلع من البيت اشغال، مرات ساعتين ثلاثة ارجع تعبان بشكل فما اقدر اصور. بس اليوم مثل ما تشوفون نظفنا مكان الارانب، والجو حار بشكل، اليوم الجو وخم، طلعتهم كلهم من الداخل. طبعا الصفرة ماتت الصغيرة اللي شفتوها بالفيديو السابق، من افتح الباب كلهم راح يدخلون، كان اكو فراش بالداخل تذكرون فشلته، وحاليا مثل ما تشوفون البيت مالهم تربة. خلي بس شغل الفلاش، حاليا راح يكون هذا الترتيب، بس راح ارش المكان حتى يكون المكان بارد. وهذه التهوية فتحتها مرة ثانية، قبل تذكرون فتحتها بس مرات كان يصير هواء بارد بالليل فشوية بردة، وعندي قسم من الأرانب. حاليا مثل ما تشوفون نظفنا هذاك المكان وشطفناه بالماي، فهذا المكان هم راح نرشه بالماي حتى الأرانب شوية ينتعشون، يصير المكان شوية بارد. كل المكان راح أرشه، بس حاليا راح أسد الباب لأن فورا راح يجون يدخلون. وبالنسبة للأرنبة الصفراء اللي شفتوها بالفيديو السابق، طبعا أنا أتركهم بهذا المكان، بالليل أجي أدخلهم ورا صلاة العشاء مثلا، كل يوم بالليل أدخلهم، يبقون بهذا المكان طول النهار إلى وقت الليل أدخلهم، والصبح أطلعهم. فورا ما صورت هذاك الفيديو جيت بالليل دخلتهم، هي دائما صغيرة كانت بالبيت ما تطلع من بيت الأرانب، دائما هناك بالداخل ما تطلع، قليل جدا تطلع لي هذا المكان. فلما دخلتهم دائما من أدخلهم أتأكد من المكان، أتأكد من هذا المكان، من هذا المكان، لا أكو أحد خادل شيء. فتأكدت، شوفوا كم واحد ما شاء الله، فتأكدت ماكو حد بالخارج، فسديت الباب. من جيت ثاني يوم، طبعا كنت ناوي اخذها للبيطري، فجيت ثاني يوم فتحت الباب ادور على الصفرة ما موجودة، فدورت عليها بكل مكان ما موجودة، فعرفت انه ماكلتها القطط قبل ما ادخلهم على البيت، يعني الظاهر المغرب جت قطة اخذتها ومشت. طبعا انا مخلي المصيدة فوق البيت مال الارانب، وانا مخلي المصيدة بهذا المكان بنص السكراب مثل ما تشوفون، هذه المصيدة وبها طعم، ففحصت المصيدة الطعم ما موجود، فالقطة ماكلة الطعم بس المصيدة ما انسدت عليها. شيكت المصيدة على شعرة واقفة المصيدة، شلون اخذت الطعم وطلعت ما عاد اعرف. فالظاهر جت واحدة من القطط المغرب سبحان الله واخذت الصفرة، بس هي ما تطلع، يعني عادة الصفرة الظاهر طلعت، وتعرفون هي ما تقدر تركض سريع، فما اعرف شلون ما اخذتها القطة، فسبحان الله صارت قسمتها انه تموت. الا الله يشهد اني كنت ناوي اخذها على البيطري، يعني قلت بلكي اشوف لها علاج او شيء، بس الحمد لله على كل حال. فحاليا راح نرش المكان هذا بالمي حتى الارانب شوية ينتعشون، والمكان شوي يصير بارد عليهم لان الجو حار وخم بشكل. خلونا اول شي نرش الداخل وبعدين نرش هذا المكان، راح اشيل هاي الاغراض اول شي. وهذا البيت هذا بعد ما احتاجوه، احتمال هاي الفترة راح اشيله، هذا ممكن يجوز اخلي لها مسترات بهذا المكان، لان هذا المكان ما تصله شمس ابد، فاذا رتبت مكان لها مسترات بحيث مكان يكون محصن ما تصلهم القطط، ممكن اخلي لها مسترات بهذا المكان. وهاي حاليا بعد ما رشينا المكان، طبعا بعد دقائق راح ينشف، هاي المكانات اللي بيها مي زايد كله ينشف يروح. خليت لهم اكل، طبعا بالمناسبة هذا علف مال دجاج،
ممكن ياكلون علف مال دجاج رقم 2 أو 3، هذول ياكلون مثل ما تشوفون، خليت لهم اكل ومي. فلما يكون الجو بالصيف حار، اذا عندك مكان للارانب تربه يعني ممكن ترشه حتى لو باليوم مرتين، اذا كان الجو حار بشكل، هذول دخلوا بالداخل بعد المكان ما نشف، فممكن ترشه مره او مرتين. فالارانب لما يكون الجو حار راح يجي يحفر شويه بالتربه، يصير المكان بارد ويلقي مكان بارد ويقعد الارنب ويرتاح، خصوصا اذا كان شويه اكو هواء، فلما ترش المكان راح يصير هواء بارد فيرتاحون الارانب وينتعشون بالصيف. وصلنا لنهاية الفيديو، اذا عجبك الفيديو اضغط لايك، واذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك، والسلام عليكم ورحمة الله.